بسم الله، هنشوف مع بعض دلوقتي امر الطباعه برنت. لو انا عايز اطبع اقول له كنترول بي او اختار الطبعه بتاعت البرنتر، وممكن اخش بيك سيت اب اظبط اعدادات الصفحه، هل هنطبع A3 ولا A4، هل هطبع اللوحه كلها ولا هطبع اللي كانت زوم، المكان اللي انا عامل عليه زوم. البرنت رينج هل هطبع كله ولا هطبع صفحة معينة. السكيل هل هطبع 1:50 ولا فيتو بيبر، عاملة البيبر ولا كاستم، هدخل المقاس المحدد 1:100، 1:200، 1:600. هل انا هطبع لطبعة ولا هطبع ل PDF ملف موجود على الجهاز، هل هو الوان ولا بلاك اند وايت، هل انا عايز احط هيدر وفوتر، كلمة كده تحت اللوحة، درجة الكواليتي اللي أنا عايزها، كل ما كبرها كل ما مساحة الملف تكبر، عايز كام نسخة. الشيت بتاعي هيبقى فين بالظبط، ممكن أقول له أنا عايزه فوق خالص على الشمال، فوق خالص على اليمين، عايزه في النص زي ما أنا عايز. وممكن أطبع في اللي أوت، أجي هنا في اللي أوت أقول له أعمل لي أوت جديد أسميه مثلا إي جي، هياخد الترقيم بتاعي العادي كرييت أوت، يشوف اخر ترقيم وصل ليه ويزود عليه. هاجي هنا اكون فاتح اللي اوت اللي انا عايزه، واجي هنا اقول له حط لي الاي جي بالشكل دوت، تمام، واقول له انا عايز سيكشن مثلا ولا يكون سيكشن دوت، تمام، هعمل عليه سيلكت، تمام، ومن نقطة المركز بتاعته انقله كده عشان ايه يبقى في النص. وبعد كده ممكن اطبع اللي اوت ده كله مره واحده هنا لما هطبع سيلكت، يعني ممكن اكون محدد واحد مجرد بس عملت عليه سيلكت تحديد بس، او الحالي اللي انا فاتحه دلوقتي.